تمام يا باشمهندس، توكل على الله. الله يرحمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو ده هيكون مختلف نوعا ما عن الفيديوهات التعليميه المعتاده اللي احنا بنعملها. هتعلم في الفيديو ده المراحل اللي بيتم بيها اعداد اي فيديو. الفيديو ممكن يساعد حد انه يبدا قناه على اليوتيوب او يبدا يعمل فيديوهات تعليميه او كورسات كامله على منصات زي يوتيوبي وسكيل شير وخلافه. بدون اي تاخير خلينا نبدا على طول وندخل في التفاصيل. هذا الفيديو برعاية بيم أرابيا. بيم أرابيا مركز أبحاث ونشر متخصص في البيم اللي هي Building Information Modeling. بيم أرابيا هي مؤسسة تطوعية بيشارك فيها متطوعين من الوطن العربي بالكامل بهدف تحسين وإثراء المحتوى العربي. وليهم قناة على اليوتيوب فيها أكثر من 5000 فيديو. هتلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو. بداية أي فيديو أو كورس بتكون عبارة عن فكرة. وعشان مفيش أي أفكار تضيع عليا أو أنساها، بستخدم تطبيق جوجل كيب في تسجيل الأفكار اللي بتجيلي. أهم ميزة في جوجل كيب هي البساطة، وكمان لو أنا شغال على الكمبيوتر بفتحه بكل سهولة وأكتب الفكرة. لو أنا في الشارع أو في أي مكان بعيد عن الكمبيوتر، بفتح الموبايل وأسجل الفكرة صوت أو أكتبها أي حاجة. المهم مش بعتمد على الذاكرة خالص في حفظ الأفكار. بعد كده ببدأ أخطط للكورس بالكامل على الورق. بحاول أقسم الكورس لعدد من الفصول المتسلسلة اللي بتوصلني في النهاية للهدف من الكورس كله. وبعدين أمسك كل فصل لوحده وأبدأ أقسمه لمجموعة فيديوهات متسلسلة برضه بتوصلني في النهاية للهدف من الفصل. بعد كده أمسك كل فيديو لوحده أكتب له الخطوط العريضة أو العناوين الرئيسية. وممكن كمان أكتب شرح مبسط لكل عنوان. بعد كده بتيجي أهم مرحلة اللي بتخليني مشيلش هم تسجيل أو تصوير الفيديو، ألا وهي كتابة السكريبت. أنا بحب أكتب سكريبت مفصل لكل كلمة هقولها في الفيديو، عشان كده عمرك ما هتلاقي في فيديوهاتي تهتها أو أو أي حاجة من الحاجات دي. بعد كتابة السكريبت بيتم إعداد الفيديو. أنا عندي على القناة ثلاث أنواع من الفيديوهات. النوع الأول الفيديوهات اللي أنا بظهر فيها بوش زي ما أنت شايفني كده، والنوع ده من الفيديوهات مر بمراحل تطور كتيرة لحد ما وصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. ببدأ الأول أرتب المكان اللي أنا بصور فيه، وبعدين أجهز الإضاءة بتاعتي. عندي 2 سوفت بوكس عملتهم بنفسي، دول بيمثلوا الإضاءة الرئيسية. بحط واحد قدامي على الشمال وأوجهه عليا بزاوية 45، والتاني جنبي على اليمين وأوجهه على الخلفية عشان ينورها، وأقدر بعد كده أشيلها في المونتاج وأحط الخلفية اللي أنا عايزها. على شمالي هنا بحط حتة سلين بيضة عشان تعكس الإضاءة عليا. بعد كده ببدأ أثبت الموبايل قدامي، وعلى فكرة أغلب الموبايلات دلوقتي بتطلع جودة كويسة جدا، السر كله في الإضاءة. وطبعا مهم جدا تستخدم مايك في التسجيل، ما تعتمدش على المايك بتاع الموبايل. وكمان مهم إنك تطفي المراوح أو التكييف عشان ما تأثرش على جودة الصوت. بالإضافة طبعاً للإضاءة بتاعت الأوضة نفسها اللي جاية من اللمض اللي في السقف. في التصوير بستخدم تطبيق اسمه سيلفي، بيسمح لي إن أصور نفسي وفي نفس الوقت يكون ظاهر السكريبت اللي أنا كتبته قدامي على الشاشة بيتحرك بالحجم والسرعة اللي أنا بحددها، بحيث أقدر أقرأ وأنا مصور. وده بيخليني أتكلم بأريحية ومش شايل هم إني أنسى أي حاجة. زي نشرات الأخبار كده، بيكون في شريط بيتحرك قدام المذيع وهو بيقول الاخبار اللي موجوده فيه. النوع الثاني من الفيديوهات هو الفيديوهات اللي بسجل فيها شاشه الكمبيوتر. الفيديوهات دي حاليا بكتفي بالعناوين الرئيسيه فقط في السكريبت، مش بكتب سكريبت مفصل. ولكن ببدا اطبق الفيديو بالكامل مره واحده على الاقل من البدايه للنهايه، واحيانا بطبقه اكثر من مره. الهدف من الخطوة دي إني أخلي المعلومات اللي أنا عايز أقولها في الفيديو حاضرة في ذهني، وكمان يكون عندي علم مسبق بكل اللي هيحصل في الفيديو، وبالتالي ده بيسهل عليا جدا تسجيل الفيديو بدون أخطاء. ثالث نوع من الفيديوهات هو فيديوهات الوايت بورد أنيميشن، وده ببساطة بسجل السكريبت اللي أنا كتبته من خلال تطبيق الريكوردر اللي موجود على أي موبايل، وبحاول أتخيل نفسي بشرح الحاجة دي، وأحيانا بشرحها فعلا على الورق قبل أو أثناء التسجيل، بحيث ما يكونش التسجيل كله بنفس نبض الصوت، وبالتالي المشاهد ما يبقاش متفاعل معايا. بعد كده بفتح برنامج فيديو سكرايب واستورد التسجيل اللي انا سجلته، وبعدين ابدا اضيف الصور والنصوص اللي انا عايزها بحيث تكون ماشيه مع الصور،
لحد ما طلع الفيديو بشكله النهائي. وفي اللحظة دي أيا كان نوع الفيديو اللي أنا بعمله بيكون خلاص بقى عندي فيديو جاهز أقدر أعمل عليه المونتاج. وأول حاجة بعملها هي إني بفصل الصوت عن الصورة، وبعدين أصدر الصوت لوحده وأبدأ أعدله على برنامج أوداستي، أشيل التشويش، أعلي الصوت لو واطي، أوطيه لو كان عالي، وهكذا. بعد كده ببدأ في المونتاج، وأول مرحلة هي مرحلة الراف كاتس اللي هي بشيل فيها الأخطاء اللي في الفيديو والوقفات الكتير اللي ملهاش لازمة اللي اتسجلت بالغلط والحاجات زي كده. ودي عادة بتوصل الفيديو لنص الوقت أو أقل من نص الوقت، يعني لو أنا سجلت فيديو 30 دقيقة بطلع منه في الآخر بحوالي 15 دقيقة أو أقل، ده رقم كويس جدا بالمناسبة. بعد ما أخلص المرحلة دي ببدأ أضيف الصور والجرافيكس والأنيميشنز وكل الكلام ده، وكمان بحاول أعمل زوم على الحاجة اللي أنا بشرحها بحيث المشاهد يبقى مركز أكتر ومش مشتت بحاجات تانية بعيدة عن الحاجة اللي أنا بشرحها. بعد ما أخلص المرحلة دي بعمل ريندر للفيديو، وبعد ما يخلص عملية الريندر بتبدأ تشوف الفيديو في شكله النهائي وأنت طبعاً مستمتع بيه ومش في دماغك كل التعب اللي تعبته عشان توصل للمرحلة دي. وكده بيكون الفيديو جاهز إن أرفعه على يوتيوب أو فيسبوك أو يوديمي أو سكيل شير زي ما أنا عايز. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتكتب لنا تعليق حلو. لو عايزنا نعمل فيديو تاني نشرح فيه إزاي نعمل كورس على موقع يوديمي أو نشرح أي حاجة ليها علاقة بالتصوير والمونتاج قولي في الكومنتات تحت الفيديو. وطبعاً ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش لحد دلوقتي. وفي النهاية شكراً ليك على المتابعة وأشوفك الفيديو الجاي. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، خلينا كده يا جماعه نشوف مع بعض ازاي بنبدا المونتاج، او قبل ما نعمل المونتاج نسجل الشاشه بتاعت الكمبيوتر بتاعنا. انا طبعا شغال ببرنامج كامتاجيا ستوديو 2019. ده برنامج مونتاج يعني لاي حد عايز يبدا بيه. طبعا هنا بتختار انت عايز تسجل الشاشه كلها ولا عايز تحدد مساحه معينه من الشاشه. يفضل طبعا ان انت تسجل الشاشه بالكامل، وبعدين لو انت ايوه الشاشه جايه للفيديو مش للتسجيل. احنا لسه هنسجل بس. تمام، هو بس الاخير هنشوف. تمام، الفيديو واقف، اوري الناس ازاي نسجل الشاشه. هو اي حاجه هعدلها في الشاشه دلوقتي هتبتدي تظهر معايا في الفيديو. هو اللي ظهر قدامنا دلوقتي الفيديو بس، مش ظهر قدامنا الكامتازيا. طيب ايش في الثاني؟ شير كده. تمام كده كل حاجه ظاهره معاكم. كده ظهر معانا كامتازيا والمتصفح. طيب تمام، باجي هنا اجيب كامتازيا بتاعي، ريكورد ذا سكرين. بعد كده هنا انا عندي بختار الحاجات اللي انا عايز اسجلها. هنا بختار مثلا الشاشه كلها او بحدد مساحه معينه من الشاشه ابتدي اسجلها. طبعا يفضل ان انت تختار زي ما قلت الشاشه كلها، وبعد كده لو انت عايز تعمل زوم على حاجه معينه تعملها في الايديت في المونتاج، لكن ما يفضلش خالص ان انت تختار مساحه محدده من الشاشه بحيث الابعاد اللي انت تبقى شايفها في الشاشه اللي قدامك دي تبقى مناسبه لاي حد بيشوف على نفس الابعاد اللي هي عاده دلوقتي بقت 1080 بي اللي هي 1920 في 1080 او بقت 4K دلوقتي اكبر منها، فالشاشات مصممه للابعاد دي، فانت يفضل تاخد فول سكرين. بعد كده لو انت عندك الويب كام تقدر تختار هنا ان انت عايز تطلع في الفيديو ولا لا، لو مش عايز ما بتختارش. طبعا انا هنا اصلا بصور من على الديسكتوب فما عنديش ويب كام. هنا بتختار بقى الاوديو، في عندك نوعين من الاوديو، في عندك سيستم اوديو اللي هو الصوت اللي طالع من الكمبيوتر، الصوت الثاني اللي هو صوت الميكروفون. طبعا هنا انا موصل مايك اللي هو ريل تيك ار اوديو. لو انت عندك مايك او هيدفون او ايا كان هتلاقيه ظاهر هنا، لو ما عندكش يبقى هتلاقي مقفول كده الصوت، وبالتالي ما ينفعش تسجل اي حاجه. فمهم جدا ان انت تتاكد ان المايك اللي انت موصله موجود، ولو انت موصل اكتر من مايك هتلاقيهم يبتدوا يظهروا لك هنا، فتختار منهم اللي انت عايزه. بعد كده بتظبط بقى الحساسيه بتاعه المايك، يعني المايك دلوقتي انا معلقه في القميص، فهو انا مظبطه بحيث ما يكونش عالي قوي بحيث يلقط لي اي حاجه من بره، لا بقلله سنه بحيث ياخد من
من بقي على طول، يبقى قريب، ما يبقاش جايب حاجه من بعيد. لو شغل مروحه مثلا او مشغل حاجه جنبيك، او حتى المروحه بتاعت الكمبيوتر نفسه ما يبقاش لقيتها. كل ما انت تقلل كل ما كان افضل، بس لو قللت قوي طبعا هو مش هيطلع صوتك اصلا. يعني انت واخد بالك وانا بتكلم في مؤشر هنا بيبين لك الصوت كويس ولا لا، وهو اوتوماتيك بيحاول يظبط صوتك. واخد بالك المؤشر ده عمال بيتحرك لوحده، انا ما بعملش حاجه، هو عمال بيظبط نفسه. لو سيبته شويه هيوصل للمكان اللي انا كنت ظابطه عليه. فهو عاده لو انت معلق المايك زي ما انا بقول لك كده في القميص، هتلاقي المكان ده مناسب جدا. وطبعا المهم ان انت تجرب اكتر من مره عشان تطلع الصوت. اهم حاجه في الفيديو هو الصوت. ممكن انت ما تطلعش زي ما احنا دلوقتي بنسجل الشاشه، انت مش محتاج ان انت تطلع في الفيديو، لكن لو الصوت وحش هتلاقي الناس اصلا مش هتتفرج عليك، حتى لو انت بتقدم معلومه مهمه لجميع البشر. لو صوتك وحش محدش هيتفرج عليك. فمهم جدا تختار مايك، مش لازم يكون مايك غالي. انا بسجل مايك مثلا اسم بويا بي واي ام 1 تقريبا ب 250 جنيه اعتقد. يعني في حاجات اعلى من كده بس ده كويس كبدايه. طبعا بيتطلب مني زي ما شفنا في الفيديو ان انا اعدل الصوت شويه على برنامج اوداستي، وده برنامج مجاني اصلا. هسيب لكم كل اللينكات البرامج دي ان شاء الله في وصف الفيديو على يوتيوب. فالمايك ده كويس، الهيدفون بتاعت الكمبيوتر كويس، السماعه العاديه بتاعت الموبايل برضه ان شاء الله تكون كويس. بنبتدي بقى نضغط هنا ريكورد، هيبتدي يعمل كاونت داون وبيقول لك اف 10 لو انت عايز تعمل ستوب، وطبعا اف 9 لو انت عايز تعمل بوز. يعني لو وقفنا عليها كده تاني هنلاقي هنا البوز وديليت وستوب. هو كده ابتدى يصور الشاشه. خلينا ننزل كده، نبتدي نعمل مثلا اي تعديلات في الشاشه بتاعتنا. خلينا نقفل دي، نقول مثلا اي حاجه. اهلا وسهلا بيكم يا جماعه، منورين بيم ارابيا ومنورين قناتنا على يوتيوب. لو انت مثلا هتسجل جزء كده ملوش اي لازمه، خلينا مثلا نقول اي كلام، منورين يا جماعه تاني. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي على لايف على الفيسبوك. لو انا مثلا عايز اشيل الجزء ده، هنشوف الكلام ده كله في المونتاج. بعد كده خلاص انا خلصت، يا اما ادوس اف 10 او اجي هنا اضغط ستوب. هيبتدي هو اوتوماتيك يفتح لي برنامج كامتاج. اول حاجه تعملها طبعا ان انت تضغط كنترول اس عشان تسيف المشروع بتاعك. مهم جدا، لان للاسف ناس كتير وانا منهم بيضيع عليا شغل بسبب الغلطه البسيطه دي. فمهم جدا اول ما تبدا المونتاج بالذات، لان ممكن تشتغل وتسرح مع نفسك، تبقى مستمتع باللي انت بتعمله وانت اصلا ما سيفتش الشغل، وفجاه البرنامج يقف او يضرب، تقعد انت بقى ايه تعمله من اول وجديد وتحتاس، ممكن التسجيل ده اصلا ما تلاقيهوش. فاول حاجه تعملها ان انت تسيف المشروع بتاعك. بعد كده زي ما قلنا، اول حاجه بعملها اني بفصل الصوت عن الصوره. طبعا هنا الجزء تحت ده اسمه التايم لاين، بيبقى موجود فيه كل الميديا بتاعتك، الصوت والصوره والانوتيشنز وكل الكلام ده. الجزء الكبير ده في الكانفاس، ده اللي بيبين لك او بيعمل لك بريفيو للفيديو بتاعك قبل ما يطلع بشكله النهائي. هنا على اليمين دي الجزء الخاص بالبروبرتيز او الخصائص بتاعه الفيديو او الحاجه اللي انت مختارها. يعني لو انا اخترت العنصر ده كده هيبتدي يظهر لي الخصائص بتاعته. لو انا مش مختار حاجه هنا هتلاقي فاضي. الجزء اللي على الشمال ده هو التول بارز، عندك الميديا واللايبراري والانوتيشن والترانزيشن، حاجات كتير جدا. اول حاجه نعملها زي ما قلنا هنفصل الصوت عن الصور. هنختار الفيديو كده، نضغط عليه كليك يمين، سيبريت اوديو اند فيديو. بعد كده امسح الفيديو، ركز معايا، امسح الفيديو، رايت كليك ديليت او اضغط ديليت من الكيبورد. اعمل شير للصوت بس، هضغط هنا شير لوكال فايل واقول له نيكست. طبعا هو بيصدر الصوت بامتداد M4A، مفيش امتداد تاني بيصدر ليه، هو الامتداد ده بس. زي ما انت واخد بالك كل الامتدادات دي مقفوله، ودي اصلا امتدادات خاصه بالفيديو مش بالصوت. الامتداد الوحيد هو M4A، هنصدر بيه عادي مفيش مشكله. نختار المكان طبعا اللي احنا عليه من هنا كده، وليكن مثلا نختار الديسكتوب ونقول له فينش. مش هياخد ثواني كده وهتلاقيه صدر الصوت. عايز تعمل بوز، يعني لو وقفنا عليها كده تاني، واخد بالك هنا البوز وديليت وستوب. هو كده تمام.
بعد كده ارجع هنا اضغط كنترول زد لحد ما ارجع الفيديو بتاعي. الصوت ده هسيبه بس هيبقى ريفرنس ليا عشان احط الصوت اللي انا هعدله في برنامج اوداستي عليه، مش اكتر من كده. بعد كده هاجي هنا في موقع، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن، اسمه اوديو كونفرتر. ده موقع مجاني، بتجيب الملف اللي انت عايز تحوله اهو، تسحبه كده تحطه هنا. بعدين طبعا بتختار الجودة بتاعتك، لو انت عايز افضل حاجة مفيش مشكلة، عايز حاجة متوسطة يبقى تسحبه لحد هنا. هبتدي يحمله معاك، بعد كده الزرار بتاع كونفيرت ده ينور معاك يبقى لونه ازرق. تمام، هنقول له كونفيرت، مش هياخد برضه ثواني، وبعد كده هيفتح لك داونلود. داونلود هيبتدي ينزل الملف بتاعك اهوت، تختاره بقى، وطبعا هتبقى مسطب برنامج اوداستي، هتضغط رايت كليك عليه اوبن ويز اوداستي. هنضغط كنترول مع السكرول عشان نكبر كده بحيث نشوف المشروع بتاعنا مليان كده، نقدر نعمل زوم زي ما احنا عايزين. هنيجي في الاول كده في اول جزء من المشروع، او نحاول نختار حته فاضيه مثلا فيها تشويش. يعني الحته دي لو انا شغلت كده، شغل من هنا، هتلاقي فيه تشويش. انا عايز اشيل التشويش ده او اللي زيه. طبعا دلوقتي المروحه عندي شغاله، فالمروحه صوتها طالع في الفيديو، انا عايز اشيلها من الفيديو بالكامل. هعمل ايه؟ هحدد الجزء ده كده، وبعد كده اجي من افكت نويز ريدكشن، اقول له جيت نويز بروفايل، يعني شو ده النويز بتاعي او الشوشره اللي عندي او الدوشه اللي عندي في الفيديو اللي انا عايز اشيلها. فانا بعرفه القيم بتاعتها ايه، بقول له جيت نويز بروفايل، هو بيتعرف عليها. بعد كده اضغط دبل كليك، بيحدد لي الصوت او ملف الصوت كله، وارجع تاني على افكت نويز ريدكشن، واقول له ايه بقى، اقول له اوكي. كده لو خدت بالك الحته دي اتشالت او اتشال منها الصوت نهائيا، وكل اللي زيها، يعني كان في صوت هنا الشوشره اتشالت من الفيديو خالص. لو شغلت هنا تاني مش هتحس بصوت المروحه خالص. ننزل كده، نبتدي نعمل مثلا اي تعديلات في الشاشه. جميل. طبعا بقى ممكن تعمل ايديت كمان على الصوت، ممكن تضخمه شويه او تعليه شويه، تعمل له كومبريسور. هيبتدي ينسق لك الصوت شويه. لو انت عايز برضو تعليه شويه ليميتر او تدخله، معلش انا اسف. واخد بالك هنا السماعين، ودي السماعه الشمال. لو انت عندك الصوت بتاعك طالع من سماعه واحده هيطلع لك اللي فوق ده بس، لكن طبعا انا بسجل من مايك فهو بيسجل اوتوماتيك على الاستيريو مش المونو. جميل. تقدر بقى تعمل ايديت كتير، ممكن نبقى نشوفه بعدين. المهم انا خلصت كده التعديل بتاعي على الصوت، هاجي من قائمه فايل اقول له اكسبورت از ام بي 3، واختار المكان برضو واقول له سيف. خلاص كده انا خلصت اوداستي، وكده الصوت بتاعي بقى زي الفل. اجيب الملف الجديد اهو واسحبه على الكامتاجيا واحطه في ايه كده. واخد بالك انا حطيته كده بقى متاح ان هو يتحرك. لو انا كنت مسحت ده وعملت ايديت مثلا على الصوت، على الصوره دي انا اسف، في اي مكان مش هعرف اظبط الصوت مع بعض. فعشان كده مش همسح الصوت، كنترول زد كده، مش همسح الصوت غير لما اجيب الصوت الجديد اللي هو الام بي 3، اركبهم الاثنين على بعض، اشغل كده، هتحس ان في صدى صوت. وطبعا تقدر تسحب لو انت عايز تعمل بوز، يعني لو وقفت على ده تاني هتلاقي هنا بوز وديليت. واخد بالك؟ يبقى كده الصوت ماشي تماما مع بعض. خلاص بقى اشيل الصوت ده اللي هو مش اللي هو فيه تشويش، اللي فيه مشاكل، اعمل له ديليت على طول. كده خلاص، كده الصوت بقى زي الفل، وابتدي بقى اعمل المونتاج بتاعي. زي ما قلنا برضه في الفيديو، اول مرحله بتبقى الراف كاتس. عادة بتبقى انت سايب مثلا 2-3 ثانية في الأول كده، فانت بتيجي تختار الفيديو بتاعك تحركه كده بعيد، وبعد كده تشيل الوقت اللي انت وقفت فيه في بداية الفيديو. جميل. بعد كده ترجعه مكانه كده، وبعدين تبتدي تشيل بقى الراف كاتس. يعني مثلا الحتة دي انا سكت فيها، ممكن احددها كده واضغط على علامه المقص من هنا، او اضغط كنترول اكس
من الكيبورد. بعدين مثلا برضو الحته دي كنترول اكس نشغل كده نقول مثلا اي حاجه. اهلا وسهلا بيكم يا جماعه، منورين بيم ارابيا، منورين قناتنا على يوتيوب. لو انت مثلا هتسجل جزء كده ملوش اي لازمه، خلينا مثلا نقول اي كلام. منور الجزء ده مثلا انا عايز امسحه، هروح برضه بنفس الطريقه معلم كده، اقدر اقلل من هنا، ازود من هنا زي ما انا عايز، اقللهم اهوت، اظبط عند البدايه والنهايه كده، واضغط كنترول اكس، او اجي من هنا من علامه المقص اضغط عليها يشيل الجزء ده. ممكن اعلم عليهم كده واضغط اس، او اجي من هنا اعمل سبليت، يبقى كده فصل لي الجزء ده عن ده. ممكن بقى اجيب انا صوره تانية احطها هنا، او اجيب فيديو تاني ادخلهم على بعض زي ما انا عايز. يبقى انا فصلت الجزئين دول عن بعض، وفي نفس الوقت الاثنين نقدر ألمهم على بعض كده عادي. وبرضه في الاخر لو انت سجلت، عاده برضه المفروض تسجل بعد الفيديو مثلا ب10 ثواني او 5 ثواني على الاقل، بحيث تضمن ان كل اللي انت عايز تسجله ظهر معاك في الفيديو. جميل، هاجي في الاخر كده ممكن برضه اعمل اس، اعمل سبليت واشيل الجزء ده، وممكن كنترول زد كده، كنترول زد ابدا اقللهم بالشكل ده زي ما انا عايز. جميل كده، خلاص الفيديو بتاعنا تقريبا خلص. مش ناقص بقى غير الانوتيشنز والحاجات اللي احنا عايزين نضيفها على الفيديو. تيجي من هنا تلاقي في تاب اسمه انوتيشنز، لو انت عايز مثلا تضيف اي حاجه من الحاجات دي، كول اوتس مثلا، تسحبها كده، يا اما تنزلها في الكانفاس مباشره، يا اما تنزلها هنا زي ما انت عايز. لو انت نزلتها في الكانفاس بيحطها لك عند البلاي هيد دي، واخد بالك؟ البلاي هيد دي كانت واقفه هنا، فهو اوتوماتيك لما انا نزلتها في الكانفاس خلى بدايتها مع مكان البلاي هيد. يعني خلينا نقدم كده شويه ونجيب واحد تاني نحطه هنا، واخد بالك؟ حطه على البلاي هيد. لكن انت تقدر تختار مثلا الكلاود دي وتسحبها تنزلها تحت في المكان اللي انت عايزه، ما اشترطش عند البلاي هيد. تقدر تضيف بقى اي كول اوتس او اي انوتيشن زي ما انت عايز، عندك انوتيشنز كتيره جدا. لو انت عايز مثلا تعمل هايلايت او سبوت لايت على حاجه معينه، بتسحبها برضو يا اما على الكانفاس مباشره، يا اما تسحبها في المكان تحت هنا اللي انت عايزه. مثلا عايزين نعمل هايلايت على الجزء ده، تكبر وتصغر زي ما انت عايز. جميل، وهنا الحساسيه بتاعته، يعني لو انت قللتها كده لحد الزيرو يبقى انت كده ما عملتش حاجه، لو زودتها لحد ال100 هيسود لك الباقي ويسيب لك دي بس هي اللي منوره. لو انت عايز تقللها تخليها على الديفولت، هتضغط هنا هيرجع لك الوضع الديفولت اللي هو 50%، يخلي لك الحته اللي بره دي بلوري شويه او مغيمه شويه، والحته اللي انت عايزها تظهر اكتر بالشكل اللي انت شايفه ده. برضو في مثلا البلور، لو انت عايز تعمل مثلا، خلينا نحرك ده البلاي هيد ده لقدام شويه، رجع ده بعيد. لو انا عايز مثلا اعمل بلور على كلمه زوم دي، هاجي هنا عندي بيكسليت او بلور، احركها كده، واخد بالك؟ كده انت مش شايف كلمه زوم، سوري، انت مش شايف كلمه زوم خالص. برضو نفس القصه، تقدر تقللها من هنا تبتدي تشوفها مغيمه شويه صغيرين او كتير زي ما انت عايز. طب لو انت عايز تشوف كلمه زوم ما تشوفش حاجه ثانيه، هتضغط هنا انفرت، واخد بالك؟ تقدر بقى انت تعمل حاجات كتير بالانوتيشنز والكلام ده. طيب خلاص كده، انا مثلا عايز اضيف وليكن تايتل مثلا، احطه هنا، ارجع بده كده شويه، نحرك ده لبره. تقدر من هنا تظبط الخصائص بتاعتك، تختار هنا الفونت، تختار الفونت اللي يناسبك، تختار من هنا اللون، تكتب اللي انت عايزه. جميل، لو انت شغلت الفيديو كده قبل الكلمه ما تظهر يصور، هتلاقيها ظهرت كده فجاه، يعني بدون اي مقدمات فجاه لقيت الكلمه دي ظهرت. لو انت عايز ظهورها مثلا يبقى بشكل معين تدريجي، دي حاجه اسمها البيهيفيرز، التاثيرات بتاعه دخول العنصر على الكانفاس. هتلاقي هنا البيهيفيرز، عندك مجموعه كبيره جدا، عندك دريفتنج، جامب اند فول، فيد. عاده فيد دي بتدي تاثير قوي بالنسبه للتكست، يعني خلينا نختارها كده نسحبها نجيبها على الحاجه اللي احنا عايزينها.
ركز معايا كده مع الكلمه اللي هتظهر هنا. هذا يصور الشاشه واخد بالك، ظهر كده ظهور تدريجي من الشمال لليمين. هنا هتلاقي التايب بتاعك، انا دلوقتي مختار التكست، هتلاقي هنا في جزء خاص نزل جديد اسمه الفيد، ده البيهيفير بتاعك. يعني كان الاول موجود التاب دول بس، الاثنين دول، دلوقتي نزل تاب جديد اسمه البيهيفيرز. البيهيفيرز بيبقى عندك الان يعني الدخول العنصر، هنا الديورينج يعني خلال فتره تواجده في العنصر او في الفيديو، اللي هي من اول هنا لحد هنا، اللي هي لو ضغطت كده هتلاقيها 5 ثواني. طبعا تقدر تعدل الحاجات دي، تزودها او تقللها بالشكل ده زيها زي الفيديو. خلال الوقت ده هو كده مش هيعمل حاجه، زي ما انت مختار كده نان، تقدر تضغط هنا وتختار الستايل اللي انت عايزه. وهنا الاوت يعني هيخرج من الفيديو شكل عامل ازاي. فهنا فيد اوت، ممكن مثلا نختار هنا اوبجكت بدل تكست، ونرجع هنا على الان نختار برده اوبجكت بدل تكست. تعال نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. يصور الشاشه واخد بالك، ظهرت غير المره اللي فاتت. المره اللي فاتت ظهرت، ابتدى الكلام من الشمال لليمين، ابتدى يظهر من الشمال لليمين، دلوقتي ابتدى يظهر تقريبا من السنتر. يصور الشاشه تمام، اللي نازل كده ممتاز. بعد كده انت خلاص خلصت كده كل الحاجات اللي انت عايز تعملها في الفيديو، بتيجي هنا من الشير، تضغط هنا وتختار لوكال فايل، او تقدر من هنا ترفع على اليوتيوب على طول او الفيميو، او لو انت شاري نسخه مدفوعة ممكن ترفع، او شاري كمان الريفيو مش النسخة المدفوعة بس. انا شاري طبعا نسخة مدفوعة لكن مش شاري الريفيو. لو انت شاري الريفيو بترفع الفيديو هنا، بيتم مراجعته من الموقع الرسمي طبعا، ويدي لك فيدباك عنه. طبعا لو انت عايز تحمله على الجهاز بتاعك او تصدره بقى بالام بي 4، بتضغط هنا لوكال فايل، بعدين تختار هنا الامتداد بتاعك ام بي 4 والجودة بتاعتك لحد 480 بي او 720 او 1080، اخره هنا لحد 1080. اعتقد في النسخه اللي هي 2020 بيعمل ال 4K تقريبا يعني. المهم بتختار ام بي 4 اونلي اب تو 1080 بي، وتقول له نيكست، تختار برضو المكان، وتقول له فينيش، بيبتدي هو يعمل ريندر الفيديو اهو لك بشكله النهائي. بعد ما يخلص هيبتدي يشغل الفيديو النهائي على طول. طبعا اف 9 لو انت عايز تعمل بوز، يعني لو وقفنا عليها كده تاني هنلاقي هنا البوز وديليت وستوب. هو كده ابتدى يصور الشاشه. خلينا ننزل كده، نبتدي نعمل مثلا اي تعديلات في الشاشه بتاعتنا. طيب نوقف كده. انا كده خلصت يا جماعه اللي انا عايز اقوله، ومنتظر بقى اسئلتكم او لو حد ليه اي استفسار. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس. هو اول سؤال اسامي البرامج، يعني حضرتك قلت كامتازيا وقلت برنامج اوديو سيتي اللي هو بتاع الصوت، وايه تاني؟ طيب كل البرامج اللي انا قلتها دي هسيبها لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو على يوتيوب. تمام. معانا عندنا برنامج اول حاجه ما هقول لك عليهم، وهسيبهم لك برضه اللينكات بتاعتي، وهقول لكم مين المجاني ومين اللي بفلوس. اول برنامج فيديو سكرايب اللي هو بتاع الوايت بورد انيميشن، ده برنامج بفلوس تقريبا حوالي $100 في السنه يعني. ده برنامج الوايت بورد انيميشن اللي هو بتشوف فيه تاثيرات الحركات اللي بيرسم لك الحاجه بالايد وقلم والكلام ده. البرنامج الثاني اللي هو تعديل الصوت اللي هو ده برنامج اوداستي، ده برنامج فيديو سكرايب. خلينا نفتح برضه فيديو سكرايب نشوف شكله عامل ازاي. بيفتح لك طبعا انت بتسجل، بتفتح بقى من على اي جهاز كمبيوتر، وكمان لو انت عندك ايباد او موبايل اي او اس بتقدر تفتح برضه البرنامج من عليه. ده برنامج الوايت بورد انيميشن. عنده هنا في اللايبراري بتاعته عنده صور كتيره جدا، تقدر تختار مجموعه كبيره من الصور، مجرد ما انت تختار بس الصوره هو بيبتدي يرسمها بناء على وقت وانت اللي بتحدده له. يعني مثلا خلينا نختار الصوره دي، اول ما انا ضغطت عليها نزلت في الكانفاس، نبتدي برضه نكبرها ونصغرها زي ما احنا عايزين، نلففها برضه زي ما احنا عايزين. لو ضغطنا عليها دبل كليك في الخصائص بتاعتها هنا. الجزء اللي انا عايز اقوله دلوقتي ده التايم بتاعها، يعني مثلا لو زودنا الانيميت تايم ده خلناه 6 ثواني، ضغطنا اوكي وابتدينا هنا نعمل بلاي، هيبتدي هو يرسم الصوره دي في الوقت اللي انا حددته اللي هو 6 ثواني. ده برنامج فيديو سكرايب. برنامج اوداستي ده برنامج مجاني، بقدر اسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. طبعا في خصائص كتير جدا بتظبط الصوت بشكل رهيب، انت لو شغال
بس طبعا ما يفضلش ان انت تسجل الصوت مباشره على الكمبيوتر. افضل طريقه انا شخصيا جربتها هي اني بسجل الصوت على الموبايل ملوش دعوه بالكمبيوتر، والكمبيوتر بسجل بالشاشه بس. دي انا عرفتها بالصدفه لما طبعا ابتديت اسجل الفويس اوفر على الفيديو سكرايب، كنت بسجله على الموبايل وبعد كده اعمل من هنا امبورت الفويس اوفر، فانا بسجل صوت بس مش بسجل السكرين، فبالتالي لقيت جوده الصوت احسن كتير جدا اللي طالعه من الموبايل. الموبايل بتاعي على فكره لا يتعدى تقريبا ال 2000 جنيه، هو اللي بصور بيه الصوره اللي انت بتشوفها وهو كمان اللي بسجل بيه الصوت. فحاجه اعتقد اي موبايل اي حد معاه دلوقتي الموبايل ب 2000 جنيه يعني. يعني حضرتك بتوصل الموبايل من خلال الكابل العادي باللابتوب؟ لا ما بوصلش الموبايل باللابتوب، انا بوصل المايك بالموبايل واسجل الصوت على الموبايل، ولو انا عايز اسجل الشاشه بسجلها لوحدها على الكمبيوتر، وبعد كده ادخل الاثنين على بعض، بركب الاثنين على بعض بنفس الطريقه اللي انا شرحتها هنا في الكامتازا. في الكامتازا في تريكه كده مهمه جدا بتلاحظوا دايما في الافلام، تلاقيه بيقول لك 3 2 1 كات وعامل بتاع كده خابط بيها خبطه كده. لو انت ما عندكش بتاع دي انت ممكن تسقف سقفتين كده في البدايه، دي اهميتها، بتعمل سينك الصوت والصوره، التعرف عليها بيبقى سهل. يعني لو بصينا هنا في التايم لاين لو كبرنا كده شويه، دي موجات الصوت، ان انت تعرف موجات الصوت دي صعب عليك شويه لانها ملهاش معنى، لكن السقفه لو انت سقفت بتلاقيها ضربه هنا لحد اخر الصوت، يعني ده مستوى الصوت واصل مثلا لحد هنا ده 100%، الثاني بتلاقيه طالع بره ال 100% بتاعه، بتبقى واضحه يعني، تقدر تسينك الاثنين مع بعض، تعمل سينكرونايز او تعمل تجانس او ترابط الصوت مع الصوره بحيث ما يبقاش الصوت سابق الصوره او الصوره سابقه الصوت. السقفه دي دايما بتلاقيها في الافلام لان طبعا عندهم كذا مايك وكذا كاميرا بتصور، في الاخر عايز يربط الكاميرات كلها والاصوات كلها مع بعضها، فتلاقيه دايما بيعمل الحركه دي قبل ما يبتدي التصوير. فانت تسهيلا على نفسك، دي طبعا برضو وصلت لها بعد محاولات كتيره بمشاكل، بيبقى في ديلي صغير كده بين الصوت والصوره، لكن دي بصراحه من ساعه ما عرفتها مفيش اي ديلي في الصوت والصوره. ولو انت عايز تعمل الكلام ده برضو ممكن تيجي في الاول الفيديو كده، تيجي على الديسكتوب رايت كليك ريفريش، رايت كليك ريفريش، رايت كليك ريفريش، تعمل كده بس 3 4 مرات او مرتين زي ما انت عايز، دي هتسمع عندك في الموبايل اللي انت بتسجل عليه الصوت، وطبعا هتبقى ظاهره قدامك على الشاشه، فانت هتيجي تركبهم كده على بعض في الكامتيجا هيبقى بمنتهى السهوله، بعكس الحاجات اللي الماوس عمال بيتحرك فيها بشكل سريع انت مش قادر تعرف الكلام بيتقال فين بالظبط. يعني انا ممكن اقول كلمه دلوقتي والماوس عمال بيتحرك في الثانيه الواحده، الماوس اتحرك حركات كتيره جدا وفي نفس الوقت الصوت يعني ما اتكلمتش كتير، فده بيدي صعوبه شويه بربط الصوت والصوره، لكن السقفه دي بصراحه هتخلي الدنيا اسهل كتير بالنسبه لك. طيب ده بالنسبه لبرنامج اوداسي. طبعا انا مش محترف برنامج اوداسي، لكن هم بعمل مثلا فيه 5 خطوات، احنا عملنا منهم 3 خطوات اللي هو النويز ريدكشن والكمبريسور والليميتر. بعد كده مثلا لو انت عايز تخلي نغمه الصوت بتاعتك بشكل مختلف، عندك هنا جرافيك ايكوالايزيشن تضغط عليها او جرافيك اي كيو، تيجي هنا المانج في فاكتوري بريسيتس، عندك مجموعه كبيره جدا من البريسيتس تقدر تجرب انت تشوف ايه اللي يرتاح لك، او تقدر من هنا تعلي كذا جزء. طبعا انا ما بفهمش في الحاجات دي فغالبا ما بلعبش فيها، كل اللي انا بعمله بالنسبه لي انا جربت طبعا لحد ما وصلت للمرحله دي، قعدت اجرب كل الحاجات دي لحد ما ارتحت للصوت اللي بيطلع من الباس بوست. انا بظبط الفيديو الصوت بتاعي كانسل كده، انا دلوقتي مختار كل حاجه، باجي من افكت طبعا بالترتيب نويز ريدكشن وبعد كده كومبريسور وبعد كده ليميتر وبعدين جرافيك ايكولايزيشن مانج فاكتوري بريسيتس باس بوست، واخد بالك شكل الكيرف بقى بالشكل ده بحيث طلعه الصوت بتاعي تبقى عاليه شويه، يعني ده مستوى الصوت الطبيعي. انا عايز في البدايه طبعا اي حد بيتكلم بيبقى الصوت بتاعه في البدايه كده بتحسه واطي شويه، فانا لا انا عايز اعليه سن. طبعا هنا تقدر تعمل بريفيو بيشوف التغير، لو انت عايز تعمل بوست يعني لو وقفنا عليها كده تاني بتشوف التغير اللي حصل في الصوت نتيجه التاثير ده وتقول له اوكي.
بعد كده لو انت مثلا عايز تعلي الصوت في هنا عندك الامبليفاي تقدر تعلي وتوطي الصوت من هنا. طبعا بيبقى بليمت معين كنسل كده بحيث الصوت المستوى بتاعه لحد ناقص 6 كده او قبلها بشويه بيبقى كويس، اكتر من كده هيبقى عالي جدا، اقل من تقريبا ناقص 12 او ناقص 18 هيبقى واطي. يعني شغل كده لو شغلنا من اول هنا كده هو كده ابتدى الصوت، واخد بالك الصوت هو كده ابتدى الصوت كان واصل يا دوب حاجه بسيطه كده عند الستة، ده الصوت المثالي او الصوت الكويس اللي بيبقى مش مزعج للي بيسمعه. لو هو اقل من لو هو سوري فوق الناقص 6 بشويه هتلاقيه مزعج للي بيسمع، لو اقل تقريبا من ناقص 18 او حاجه زي كده مش متذكر بيبقى واطي جدا ما بتسمعوش. طبعا لو واطي هتلاحظه بسهوله، المهم ما يبقاش عالي قوي. فانت بتظبط الصوت بتاعك لحد الناقص 6 وهو اوتوماتيك في الامبليفاي هنا. يعني لو حددنا كده وجينا امبليفاي لو انت حركت كده بيبتدي الاوكي بتاعك يقفل، يبقى انت كده ما تقدرش تزود بالشكل ده. نقلل كده شويه، ايوه كده ابتدى يفتح. اول ما تفتح الاوكي يبقى انت كده عليت باقصى درجه ممكن تعليها، واخد بالك الموجات هنا زادت بشكل كبير يعني. الله اكبر. طيب في برنامج ايه تاني اتكلمنا عنه؟ اتكلمنا عن اوداستي وفيديو سكرايب وكامتاجيا. في برنامج برضو بستخدمه في تعديل الصور اسمه جيمب، ده بديل للفوتوشوب. جيمب كده ده برنامج مجاني برضو. اعتقد أيوة. استخدم برنامج اسمه انكسكيب برضو. ما انا جاي له جنب فيديو سكرايب. برنامج جيمب ده زي الفوتوشوب بالظبط، لو اي حد اشتغل على الفوتوشوب هي دي القوائم بتاعه الفوتوشوب، بعمل عليه الصن نيلز بتاعه اليوتيوب او اعمل عليه البانرز او الحاجات البسيطه. طبعا برضو انا مش محترف تسويق مثلا عشان اعمل صور خرافيه وابيعها بقى وللكورسات بتاعتي او للفيديوهات بتاعتي، لا الحاجه بعملها بقدر معقول بالجيم. وكمان برنامج سناجت، يعني انا لما اشتريت كامتاجيا وسناجت مع بعض، دول تبع نفس الشركه اللي هي تيك سميث. فانا بشتغل مثلا السكرين شوتس بالسناجت، تقدر تضغط تاخد سكرين شوت زي ما انت عايز. في طبعا مجموعه كبيره جدا من الانوتيشنز زي بالظبط زي الكامتاجيا، تقدر تضيفها على السناجت وتعمل اللي انت عايزه، الحركات بتاعه الصن نيلز وكده، وطبعا الصور اللي بستخدمها في الفيديوهات بتاعتي. طيب لو احنا جينا هنا في الفيديو سكرايب، لما تيجي هنا تضيف تكست ما عندوش مشكله انه يضيف تكست بالانجليزي. وبيكتبه، يعني لو انا دوست بلاي كده هيكتب بالانجليزي عادي ما عندوش اي مشكله. طيب لو جينا مثلا ضغطنا دبل كليك هنا وغيرنا اللغه خليناها عربي، كتبنا اول ما تيجي تضغط اوكي هيقول لك اللغه دي مش سبورتد عندي. طيب الحل بقى الافضل، افضل حل فيه طبعا حلول كتيره للناس اللي بتشتغل انيميشن بشكل احترافي في الاليستريتور او يرسموا الصور بشكل معين كده بيخليهم يكتبوا عربي باسهل من الطريقه اللي انا هقولها دي او بشكل احسن من الطريقه اللي انا هقولها. لكن الطريقه اللي انا هقولها دي اللي هي انكسكيب دي الطريقه اللي موجوده على الموقع بتاع فيديو سكرايب. طيب هنختار مثلا التكست اللي احنا كتبناه ده ناخده كوبي ونيجي هنا نفتح الانكسكيب. برضو الانكسكيب بستخدمه بس عشان اكتب بالعربي على فيديو سكرايب. باجي هنا من علامه الاي دي اضغط عليها واضغط هنا وبعدين اعمل كنترول في، خلاص كده كتبت بيم ارابيا، اضغط كنترول اي احدد التكست، اجي هنا اختار الفونت اللي انا عايزه. جميل. وطبعا لو انا كاتب تكست كبير او كذا سطر يعني اقدر اظبط الستايل بتاعي يمين او شمال او في النص زي ما انا عايز. مش هتفرق معايا التكست هايت خالص لان هكبر وصغر في الفيديو سكرايب. بعدين اضغط كنترول شيفت ار اواجي من هنا من ايديت اعمل ريسايز للصوره على قد التكست، هي كنترول شيفت ار ريسايز بيج تو سيلكشن. وبعدين اجي من باص
اعمل اوبجكت تو باس، دي هيخليني الايد تمشي على الحروف اللي انا عاملها، يعني هيخلي الايد تمشي كده بيم، بعد كده يحط النقط، بعد كده اريبيا بالشكل ده. ده معنى اوبجكت تو باس. اقول له اوبجكت تو باس، وبعد كده اقول له فايل سيف از. طبعا الامتداد بتاع الصوره بتاعت اللي طالع من انكسكيب اس في جي، تختار برضه المكان وتسمي الاسم اللي انت عايزه وتقول له سيف. بعد كده ترجع بقى على الفيديو سكرايب، خلاص تكنسل الكلام ده. بعد كده تضيف ايه؟ تضيف صوره، لان اصلا انكسكيب ده برنامج صور، بس احنا تحايلنا على الموضوع، او هما الشركه بتاعت فيديو سكرايب تحايلت على الموضوع بقت خليه يكتب بالعربي على انكسكيب، بعد كده تستورده كصوره على الفيديو سكرايب. هقول له اد نيو ايمج، واقول له واضغط هنا عشان اجيب صوره من عندي على الجهاز، واختار الصوره اهي، واقول له اوبن، نزلت بيم ارابيا بالعربي بالشكل ده. اكبرها زي ما انا عايز، اصغرها، عشان كده قلت لك مش هتفرق الفونت هايت بتاع الخط اللي انت بتكتب بيه، وتلفف زي ما انت عايز برضو، وتعمل عليها نفس الخصائص بتاعه الصور اللي زي دي. طب الكليك عليها تزود برضو الوقت بتاعها، وتبتدي تشغل، يبتدي يكتب لك زي ما انت شايف كده. طبعا المشكله اللي هتواجهك انه بيكتب بشكل مفرغ الاول. شغل تاني كده، بيكتب خط اهوت وخط تاني اهو، وبعد كده بيلونها لك زيه بالظبط زي الصوره. لو خدت بالك من الصوره كده، سوري، شغلها كده، هيرسم الاول الخطوط الخارجيه وبعد كده يلون الالوان اللي جوه الصوره. فهي دي نفس الفكره، لكن الحقيقه انا تواصلت معاهم بخصوص العربي، وهم قالوا ان شاء الله النسخه الجايه، كذا حد طلب منهم الفونتات العربي، فهو ان شاء الله النسخه الجايه بتاعت فيديو سكرايب هيبقى فيها مدعومه باللغه العربيه زي اللغه الانجليزيه بالظبط. مش اللغه العربيه بس، تقريبا كذا لغه، الصيني والحاجات اللي هي مش انجليزي يعني، او مش حروف زي دي. طبعا الفرنساوي تقريبا برضه نفس الانجليزي، مش هيبقى فيه مشاكل. لكن اللغات اللي هي مش حروف زي دي كده اي بي سي هيعملوها ان شاء الله في النسخه الجايه. طيب كده اتكلمنا عن برنامج فيديو سكرايب وانكسكيب واوداستي وكامتاجيا وبس كده، تقريبا دول كل البرامج اللي موجوده عندنا في الفيديو. باشمهندس محمد صالح عنده سؤال، اتفضل باشمهندس محمد. اي حد عنده سؤال بس يعمل راس هاند على اساس ايه نقدر ناخد منه السؤال. وباشمهندس نور. لو سمحت بس ينفع ان هو يكتب البرامج يعني؟ ان شاء الله هننزل الفيديو وفي تحتيه البرامج كلها ان شاء الله. طب بس اسم القناه على اليوتيوب. تمام، اسم القناه، اسم القناه بيم اريبيا، والقناه بتاعت الباشمهندس احمد برضه هنحط الرابط بتاعها على بيم اريبيا برضه. هنحط الفيديو يتعمل له ابلودنج ولا لسه يتعمل له؟ لا لسه هيتعمل له ابلود. شكرا. باشمهندس احمد انت رافعه على القناه بتاعتك؟ الفيديو المسجل ده مرفوع بس لسه ما اتفتحش، تمام. يعني بعد المحاضره ان شاء الله يبقى مفتوح. تمام. باشمهندس فادي. الو. اتفضل باشمهندس محمد. اتفضل. السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام. اولا احب اشكرك على المجهود الرائع بصراحه يعني، وربنا يجزاك خير يا رب على اللي انت بتعمله، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتك يا رب، ويكون في من امثالك كتير يا رب يعني النشر يعني. استاذنك الله يكرمك باشمهندس، في الكامتازيا حضرتك اتكلمت في البلور او اتكلمت في الماسك. لو انا حضرتك اتكلمت في اول الفيديو المسجل ان فيه ثلاث انواع من الفيديوهات، تمام. النوع الاولاني انك بتظهر انت بالكاميرا بتاعتك او انت بتصور نفسك بالكاميرا بتاعتك، تمام، وبتعمل مونتاج بعد كده. طيب لو انا حابب ان انا اعمل فول ماسك على 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 الشخص اللي هو زي حضرتك، لو انا بصور نفسي عاوز اعمل فول ماسك على جسمي كله، تمام، يبقى بلاك. شفت انت الصوره الافتراضيه بتاعت الفيسبوك لما بتيجي تنزلها وتعمل بروفايل كامل مثلا، بيجي صوره افتراضيه انك ذكر او انثى ايا كان يعني، صوره افتراضيه يعني هي صوره. انا عاوز فول ماسك على الشخص اللي بيتكلم كله، يكون بلاك
كيلو اي لون يعني، بس يكون فيه فول ماسك. ازاي اعمل حاجه زي كده، وازاي ان انا اشيل الخلفيه اللي ورايا في الكامتازيا؟ تمام تمام. حاجه ثاني؟ لا كده تمام يا هندسه. الله يكرمك. طيب بص، هو انت بتصور نفسك طبعا، طالما انت هتشيل خلفيه او هتعمل ماسك طبعا، دي غير البلور بتاعه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي في الانوتيشنز. تمام، في كروم ورايا مفيش مشاكل، في شاشه كروم ورايا مفيش مشاكل فيها اشيلها، بس ازاي تنشال يعني؟ لو حضرتك من شروط ان اشيل الخلفيه ان يبقى في شاشه كروم او شاشه واضحه بحيث ان انا اشيلها، اوكي مفيش مشاكل. بالزبط. اوكي بس بالزبط. ازاي اشيلها وازاي اعمل فول ماسك على 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 الجسم او الشخص اللي بيتكلم، سواء واحد او اثنين او ثلاثه، لو في ثلاث اشخاص ازاي ان انا اعمل فول ماسك عليهم؟ اكنهم كرتون بالنسبه لي يعني، مش محتاج ان انا اظهر شخصيتهم. طيب هما لو هما متصورين في نفس الفيديو هيبقى الخلفيه بتاعتهم واحده وعباره عن خلفيه خضراء، لازم تكون خضراء او زرقاء تقريبا يعني، ينفع زرقاء. المهم يبقى اللون بتاعها ما يبقاش موجود في جسمك انت يعني. لو انت عينك خضراء مثلا او عينك زرقاء، ما ينفعش تصور على الخلفيه دي، لا او تغمض عينك بقى. تمام. طيب بعد بهزر يعني. المهم لو انت عايز بس عندك خلفيه خضراء، خلينا اجيب لك برضه فيديو هنا متصور بخلفيه خضراء عشان نشتغل عليه. يا ريت. الله يكرمك يا رب. يعني الفيديو بتاعنا هو ادي الفيديو بالخلفيه الخضراء. طبعا دي خلفيه متواضعه جدا، كل الحاجات اللي انا شغال عليها حاجات متواضعه جدا يعني. اللي وراك ده الخلفيه الخضراء ده خمار اخضر عندي يعني. تمام جميل. الله يبارك لك. كل الحاجات اللي انا بعملها حاجات بسيطه جدا. طيب عشان نشيل الخلفيه الخضراء دي هنعمل ايه؟ تمام، هنيجي من الفيجوال افكتس، هتلاقي هنا ريموف كولر. تمام، واخد بالك؟ لو انت وقفت عليه بيعمل لك الايفكت بتاع الخلفيه الخضراء وبعد كده اتشالت، واخد بالك؟ بتبتدي تسحبه، يا اما تسحبه هنا على الكانفاس يا اما تسحبه هنا على الفيديو. حلو. كده سحبته، طبعا هنا ما عملش حاجه، بيظهر لك هنا الكالر. طبعا الرقم بتاع اللون اللي موجود ده غير طبعا اكيد اي خلفيه عندي، مش شرط تكون نفس الرقم. فبضغط هنا بمنتهى البساطه سيلكت كالر وبحدد اللون ده، لكن كده يشيل لك كل الكلام الاخضر. طبعا في هنا حاجات صغيره، فببتدي بقى اقلل الفيديو من هنا. طبعا نختار الاول من هنا، نحدد هنا كروب، وبعد كده اقلل لحد ايدي كده، نفس الكلام من هنا لحد ايدي كده. تمام كده شلت كل الكلام اللي بره ده اللي ملوش اي لازمه. تمام جميل. بعد كده طبعا ببتدي اظبط بقى هنا التوليرانس بتاعك، ابتدي ازود فيه كده شويه، واخد بالك؟ لما تزوده خالص بيشيل لك خالص. تمام، بتزوده بقدر معقول كده مثلا كده كويس، وبرده هنا السوفتنس بحيث الحواف بتاعتك دي ما تبقاش ظاهره قوي. تمام. طبعا في برامج احسن كتير من كامتاجيا، بس احنا بنتكلم دلوقتي عن برنامج كامتاجيا. تمام، في برامج احسن، الادوب الستريتور، الادوب بريمير، الحاجات دي الافتر افكت بتشيل الخلفيه بشكل ابداعي اكتر من كده. لكن الكامتازيا من الكامتازيا في الخلفيه، لو بريمير افضل يبقى احسن يعني. هو اعتقد بريمير مش بيشيل الخلفيه، اعتقد افتر افكت اللي بيشيل الخلفيه. تمام، فانت بالنسبه لك، انا مثلا ما عنديش المقدره ان اشتغل اشتري برنامج بريمير، فانا اشتريت كامتازيا كنسخه خلاص، انا بشتريها مره واحده، بعكس بريمير بتدفع له اشتراك شهري او سنوي، فانا ما اقدرش على كده، كل واحد على حسب قدراته. لكن الافضل طبعا هيكون حاجات ادوبي، اي برنامج بتحطه في مقارنه مع برامج ادوبي، ادوبي دايما بتكسب. تمام، فانت لو انت هتحط اي برنامج سواء فوتوشوب او ادوب بريمير الستريتور افتر افكت، اي برامج بتاعت ادوبي مع اي مقارنه برامج ثانيه، هتلاقي برامج ادوبي هتكسب. يعني لو انت عايز تعمل مونتاج بريمير ولا كامتاجيا، لا بريمير يكسب. عايز تعمل صور فوتوشوب ولا جيمب، لا فوتوشوب بيكسب، وهكذا. لكن احنا بنحاول في حدود الامكانيات نعمل الكلام ده. طيب النقطه الثانيه، انت عايز بقى تشيل الشخص ده وتخلي الخلفيه هي اللي ظاهره، ببساطه بتعمل هنا انفرت كده، عمل لك ماسك بالصوره اللي ظاهره ورايا دي. ايه، خلينا نقفل مثلا الباك جراوند كده. حلو. طبعا لو انا لغيت الجروب او رجعته تاني هنا، تمام، يبقى ده الماسك اللي انت عايزه ده بقى. تمام. كده بقى شكل كرتوني او شكل اسود. حلو. لو انا شغلت هيشتغل معايا مهما اتحركت يا باشمهندس، زي ما انت حضرتك هتشغل. طبعا لازم خلي بالك زي ما قلت في الفيديو، الاضاءه دي لازم تنور الخلفيه بتاعتك بشكل كويس، ما ينفعش الخلفيه بتاعتك. تمام. طبعا هي مكسره شويه كده بس قشطه يعني، التوليرانس بتاعك ما يبقاش في حتت غامقه قوي
يعني هنا مثلا غلطه بس طبعا كده كده ده هيتشال. افضل ان الصوره كلها تبقى بنفس درجه اللون واضحه معايا يا باشمهندس. ايوه واضحة تمام كده يا باشمهندس الله يبارك لك. استأذنك بس تشغل فيديو. قال الكرتونة الصورة بقى هتبدأ تشتغل على الوضع ده مهما كان الإنسان بيتحرك في الفيديو بالضبط. صحيح؟ لما طبعا أنا علشان إمكانيات البرنامج محدودة فأنا ما بتحركش كتير مش هتلاقي حركة كتير. تمام خلينا برضو في الأول كده أعتقد هيبقى في حركة. نبدأ من الأول كده طبعا F9 لو أنت عايز تعمل بوز يعني لو لا حضرتك مركب اتنين فيو على بعض ممكن تشيل أوتبوت أو حاجة زي كده ظبطها لك حاول. لسه الفيديو بتاعنا بس ما بدأش. وقفنا عليها كده تاني. هلا هنا البوز. وقف الصوت ده. السلام عليكم. واخد بالك هنا الحركة. طبعا بحاول اخلي حركة ايدي قدامي كده ما اخليش حاجة تحصل برة. بحاول بقدر الامكان المنطقة اللي انا حددتها دي ما يكونش في حركة خارج منها. لان زي ما قلت لك ممكن تخش عندي على القناة هتلاقي برضو فيديوهات كده حركة الايد بتاعتها بتخلي الخلفيه تحس ان بخضار شويه. فدي زي ما انت عايز، عايز تستخدم برنامج قوي يشيل لك الخلفيه باحترافيه ماشي، عايز انت تتحكم في نفسك شويه ما يبقاش في حركه كتير زي ما تحب. تمام. لو سمحت لو انا برنامج الافتر افكت اقدر عليه اقدر اعمل عليه موشن جرافيك؟ برنامج الافتر افكت طبعا تقدر تعمل عليه موشن جرافيك. شكرا. طب في كورسات معينه حضرتك عاملها على القناه مثلا ولا لا؟ لا انا مش عامل افتر افكت، لكن ممكن تدخل على قناه سهيب الدسوقي، ممكن اسيب لك برضه اللينك بتاعها، او اكتب انت على اليوتيوب سهيب الدسوقي هتلاقي ليه قناه بيعمل عليها موشن جرافيك. واعتقد ممكن في موقع اسمه يتعلم تقريبا عليه كورس موشن جرافيك بس بفلوس يعني. ماشي شكرا. اغلب حاجات الجرافيكس المحترمه هتلاقيها بالانجلش على موقع سكيل شير. لو انت عايز تتعلم اي حاجه جرافيك ليها علاقه بالجرافيك تدخل على موقع سكيل شير. لو انت عندك لغه كويسه او لغه معقوله بحيث ان انت تبقى متابع الكلام اللي بيتقال بالانجليزي يعني. طب استاذنك باشمهندس، حضرتك اتكلمت بس البرنامج اللي بتصور بيه على الموبايل وبيعمل لك السكريبت في نفس الوقت، كان اسمه ايه البرنامج؟ سيلفي باين ولا اسمه ايه؟ سيلفي. طب استاذنك بس على الشات تكتبه لنا معلش. اكتب لك اسمه دلوقتي، انت طبعا شايف الشاشه قدامي دلوقتي صح؟ مظبوط. انا اكتب لك بدل بيم اريبيا دي اطلع انت فوق بيم اريبيا اكتب لك سيلفي. ماشي سيلفي. ممكن برضه ابقى احط لكم صوره ليه، مش عارف احط لكم لينك طبعا عشان هيتحملوا على الموبايل مش هتحملوا على الكمبيوتر. الله يبارك لك. وبرضه لو انت عايز شرح ليه احمد جوده اللي هو كيمياء، اكتب على اليوتيوب اي كيمياء بيشرح البرنامج ده بشكل مفصل يعني. الله يبارك لك يا باشمهندس. بيشرح صناعه الفيديوهات برضه بشكل مفصل اكتر من الفيديو اللي انا عملته ده. شاكر يا باشمهندس الله يبارك لك يا رب. شكرا. باشمهندس فادي اتفضل. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا رب حضرتك. بشكر المحاضره الممتعه دي، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا رب. العفو يا حبيبي تحت امرك. عايز حضرتك يا باشمهندس اسال بس عن الفويس اوفر. الفويس اوفر كمجال بعيدا عن صناعه الفيديو. دلوقتي انا كمبتدئ مثلا في مجال مثلا كارت صوت، محتاج مايك، محتاج حاجات كتير. تمام. حضرتك كنت بتقول ان انت التليفون تبدا تسجل الصوت على التليفون وبعد كده تعمل اديت على الكمبيوتر. تمام. طيب هل بقى المايك لازم اجيب مثلا الكواليتي بتاعته عامله ازاي؟ المايك نوعه ايه؟ الحاجه دي هسجل على الريكورد بتاع الموبايل على طول ولا هسجل على سيلفي؟ يعني تفصيل اكتر بعد اذن حضرتك. بص هو انا ما اقدرش انصحك بحاجه في الفويس اوفر كعمق يعني وكتخصص فويس اوفر وتعليق صوتي على الفيديوهات اللي انت بتشوفها. انا كل الفيديوهات القصد من الفويس اوفر بتاعي اللي هو تسجيل صوتي ايا كان بقى تعليق صوتي زي اللي بنشوفه في الافلام، اهلا بكم في برنامج مش عارف ايه والكلام ده. لا ده مش كلامي عليه، انا كلامي انت بتشوف فيديو سكرايب زي ما فتحنا كده، مش عارف لسه مفتوح ولا لا. سوري الفيديو
انا كان قصدي الكلام اللي بيتقال، يعني مثلا فيديو سكرايب دلوقتي انت بتشتغل كده بتشغل مفيش اي كلام بيتقال، انا بسجل صوت بقى علشان يتماشى مع الصورة دي. لو انا بشرح حاجة مثلا ممكن افتح لكم حاجة معمولة على فيديو سكرايب، افتح اي فيديو نوضح اكتر. يعني مثلا نشوف الفيديو ده كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، ده الفويس اوفر اللي انا قصدي عليه. طبعا مفيش اي احترافيه في الموضوع من حيث اللغه مثلا ان هي تكون عربيه فصحى او الكلام ده، لكن انا بتكلم على جوده الصوت، ازاي تطلع بجوده الصوت من الموبايل بتاعك احسن جوده ممكنه. لكن مجال الفويس اوفر ده يعني ما عنديش معلومات كافيه عنه اقدر انصحك بيها. لا باشمهندس، هو انا مش محتاج ما حضرتك اللي هو فكرة الاحترافية، انا محتاج برضو كواليتي صوت. انا ما يعني انا موضوع اللي هو الاداء وطريقة التعليق كده. طيب خليني اسألك سؤال تاني، انت الفيديو اللي انت سمعته في الاول الجودة بتاعت الصوت اللي طالع منه مقبولة بالنسبة لك؟ جدا طبعا. هي دي اللي انت عايز توصل لها؟ حلو قوي. انا معايا مايك اسمه بويا BYM1، موجود على موقع سوق تقريبا في حدود 200 جنيه، 250 جنيه. ده بسجل على الموبايل زي ما شفنا في الفيديو على تطبيق ريكوردر، وبعد كده بعدل زي ما عدلنا كده على برنامج اوداستي. طيب هستأذن حضرتك مثلا لو تكتب لنا او تسيب لي مثلا هشوف لكم اللينك على، عايز اللينك بتاع المايك، اللينك او اسم المايك اي حاجه. انا اكتب لك اسمه دلوقتي، بويا BY-M1. اعمل سيرش عنه لو لقيته اوكي، لو ما لقيتوش ممكن ابقى اسيب لكم لينك عليه لو لقيته على سوق، بس طبعا السوق دلوقتي فيها مشاكل فما انصحش اي حد يشتري من سوق دلوقتي. فممكن تروح مثلا اي كام ستور او محلات، اعتقد كريم ستور او اي كام ستور، هتلاقي عليهم هتلاقي عندهم حاجات بتاعت التصوير وبتاعت الصوت وكده، ان شاء الله هتلاقي عندهم المايك ده. طب لو انا لو واحد يعني عايز اللي هو في الموشن جرافيك مثلا، لو واحد عايز افتر افكت او فيديو سكرايب، بيحتاج ممكن ما يحتاجش غير برنامج مثلا افتر افكت او فيديو سكرايب بس، ولا يحتاج ان فيديو سكرايب ده وايت بورد انيميشن، ده مش موشن جرافيك. موشن جرافيك مش هتحتاج الافتر افكت بس، يعني غالبا هتحتاج المجموعه بتاعت ادوبي كلها، يعني سواء فوتوشوب او بريمير او افتر افكتس، يعني مش هتحتاج الافتر افكتس لوحده. يعني بقدر ما عنديش علم كافي، لكن انا طبعا من باب الفضول بتفرج زيك كده على سهيب الدتوقي وعلى قناه نور ديزاين، وطبعا على موقع سكيل شير. موقع سكيل شير هو موقع بفلوس مش ببلاش، بس بتستفيد منه جدا، وطبعا تقريبا عليه شهر مجاني، يعني تقريبا كده، يعني بتسجل عليه اول شهر مجاني بتتفرج على كل الكورسات اللي عليه. وطبعا موقع ليندا برضو عليه كورسات، بس طبعا كل ده بالانجلش يعني. بس انت بتدخل على اليوتيوب بالعربي تتعلم الاساسيات بحيث تبقى عارف القائمه دي بتعمل ايه والقائمه دي بتعمل ايه والامر ده بيشتغل ازاي وهكذا. بعد كده تدخل ما بيبقاش عندك مشكله بالانجليزي، لان انت عايز بس تشوف حركه ايده شغاله عامله ازاي، هو بيبتدي يجيب الامر ده يعمله يعمل بيه ايه وهكذا. مش عايز تفهم الكلام بقدر ما انت عايز تشوف الخطوات اللي بتؤدي للنتيجه اللي انت عايزها. طب لو انا مثلا، طب يعني مثلا واحد عنده لابتوب يقدر يشتغل على الحاجات دي ولا يبقى مثلا لابتوب؟ بص انا دايما بقول حاجه سمعتها بالانجليزي كده، do what you want with what you have where you are، يعني اعمل اللي انت عايزه بالحاجات اللي معاك في المكان اللي انت فيه. انا زي ما قلت لك انا عندي خلفيه الخضراء عباره عن خمار، يعني خلينا نشيل الافكت ده كده، الخلفيه الخضراء اللي انت شايفها دي عباره عن خمار. انا كل اللي انا صرفته هو المايك اللي انت شايفه ده ب 200 جنيه او 250 جنيه مش متذكر، بس طبعا بيبوظ مع الوقت، يعني ممكن كل 6 شهور 7 شهور او سنه تغيره، تحتاج تغيره. طبعا مش مشكله، بنتكلم في 200 جنيه او 250 جنيه كل سنه، مش مشكله عادي. ده اللي انا صرفته. الموبايل بتاعي هو اللي انا بصور بيه الصوره اللي انت شايفها دي قبل طبعا ما اعمل عليها الايديت واشيل الخلفيه، وفي نفس الوقت ما جبتش حاجه تاني.
اشتريت بقى البرنامج بتاع المونتاج ده بعد فتره. في برنامج مونتاج تاني كويس جدا اسمه دافينشي ريسولف تقريبا، ده الشركه لسه منزلاه وعامله تحديث قوي جدا عليه تقريبا لسه الشهر اللي فات. انا نفسي لسه ما جربتوش، لكن كل الناس اللي جربته بتشكر فيه، احمد ابو زيد بتاع دروس اونلاين، مصطفى مكرم ده اشهر حد في الجرافيكس عموما سواء او صناعه الافلام، شكر فيه. فان شاء الله هجربه، لكن هو انا اشتريت كامتازيا بالتحديد او كامتازيا علشان هو بيسجل شاشه الكمبيوتر. طبعا اغلب الكورسات اللي انا بعملها محتاج اسجل شاشه الكمبيوتر، مش كل الحاجات هبقى بشرح بصورتي كده، لا انا دايما كل البرامج اللي انا بشرحها عايز اطلع اصور الشاشه، فكان الخيار الامثل بالنسبه لي هو كامتازيا. انا اسف بس على المقاطعه، بس الفيديو اللي حضرتك هتنزله هيبقى على انهي قناه؟ بيم اريبيا؟ هنزله على كل القنوات وعلى اليوتيوب وعلى فيسبوك وعلى كل حته ان شاء الله. اسم الفيسبوك ايه؟ بص القناه بتاعت بيم اريبيا اسمها بيم اريبيا، والقناه بتاعتي اسمها تريسي توتوريالز. ماشي شكرا. العفو يا فندم. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس احمد. استاذ حضرتك بس ايه، في حد سأل سؤال فهجاوب عليه بعد اذنك. تمام تحت امرك هندسه. الله يكرمك. هو اولا قبل ما اجاوب على السؤال، كان المهندس احمد تريسي مهندس مدني من الناس اللي عنده خبره جدا في البيم وشوب دروينج وجداول تفريد الحديد وكل الحاجات ديت، وشغال بشكل قوي في مشاريع ضخمه جدا ان شاء الله. ومع ذلك برضه الموضوع المونتاج ده افاده جدا في ان هو يقدم الدروس بشكل قوي، وان هو ما يعملش الدروس يبقى فيها مشاكل وكده. فدي حاجه مهمه ان اي حد ممكن يخش في مجال المونتاج دوت ويعمل الدروس بتاعته المونتاج بتاعه. السؤال اللي جالي الا وهو شخص مش موجود في مصر او في دول عربيه، شخص موجود في امريكا، ففي مشاكل في موضوع الكراك، يعني ممكن يحصل له مشكله كبيره جدا لو هو اشتغل على موضوع برنامج ما اشتراهوش، يعني باشمهندس احمد شاري نسخه اصليه. طب لو واحد ما عندوش قدره ان هو يشتري نسخه اصليه او مش عايز، في المانيا ممكن تواجه مشاكل كتيره جدا ضخمه بسبب الموضوع ده، عندهم كانك عملت جنايه ان انت اشتغلت برنامج غير اصلي. ففي حل للموضوع دوت هشيره معاكم. في حل. البرامج المجانيه مكسره الدنيا زي ما انا قلت لك، البرامج اللي انا شغال عليها يا اما شاريها يا اما برامج مجانيه. انا عن نفسي ما بشتغلش حاجه كراك، اي برنامج انا مسطبه على الجهاز بتاعي نسخه الويندوز نسخه اصليه. انا ما انصحش اي حد يشتغل على كراك، اولا لانه ده غلط، وثانيا حفاظا على حاجتك. يعني دلوقتي يعني كم مره في اليوم او في الشهر بتسمع عن حد جاله فيروس فديه وضيع له الشغل بتاعه؟ كتير جدا. فانت اولا غلط ان انت تشتغل على النسخه كراك. النسخه كراك دي معناها ايه؟ ان واحد اشتغل النسخه، طبعا بيدي لك الكي بتاعها او السوفت وير كيز بتاعتها، بتبتدي انت تنشرها بين الناس. طبعا ده غلط، هي الشركه بعت لك النسخه دي لفرد او فردين. يعني مثلا كامتاجيا ممكن تشتركوا انتوا اثنين، هو بيشتغل على جهازين، انت يعني انا شريت تقريبا هو وسناجد ب 4000 جنيه، يعني الواحد بيشتري موبايل ب 7-8000 جنيه. طب انت عايز تعمل كورس دلوقتي او عايز تعمل فيديو، يعني مش مستخسر فيه اقل من ثمن موبايل؟ كمان ممكن تشترك انت وحد صاحبك وتجيبوا البرنامج ب 4000 جنيه او 5000 جنيه وكل واحد يقسم النص. لو انت مش عايز كده، عندك برنامج دافينشي ريسولف، انا لسه ما جربتوش الصراحه، لكن ناس خبره كبيره جدا، احمد ابو زيد بتاع دوس اونلاين، طبعا قناته ما شاء الله معديه ال 2 مليون وهي قناه تعليميه، شكر في البرنامج ده. ومصطفى مكرم يعتبر برضه من اشهر الناس بتتكلم على الجرافيكس عموما سواء والمونتاج، سواء كان صور او صناعه افلام او موشن جرافيك او الكلام ده، شكر في البرنامج دافينشي وورك وقال ان هو هينافس بقوه دافينشي ريسولف وهينافس بقوه ادوب بريمير. فانت مش قادر تشتري، يعني انا مش قادر اشتري فوتوشوب وعايز جدا فوتوشوب، ومش قادر اشتري ادوب بريمير رغم ان انا عايز اطور الشغل اوصله لمرحله الادوب بريمير، بس انا مش قادر. فخلاص انا بشتغل بحدود الامكانيات بتاعتي. كل الفيديوهات اللي معموله عندي على قناه والكورسات، يعني حوالي مثلا وصل حوالي 300 فيديو او اكتر، كلهم معمولين على كامتاجيا. فانت ما معكش فلوس تشتري كامتاجيا، يبقى انت عندك الدافينشي ده اشهر حاجه حاليا. في الحاجات برضو مجانيه، في الاو بي اس وفي البلندر.
دول مجانيين لسه، دول سمعت عنهم برضو لكن شفتهم. اخويا مثلا شغال على الاو بي اس، او بي اس ده برنامج مجاني. بلندر انا جربته تقريبا مره واحده. دكتور محمد الناظر اكيد كلكم برضو عارفينه، ده شغال بالبلندر، بيعمل مونتاج بالبلندر. فانت ما فيش اي مبرر ان انت تاخد برنامج كراك طالما في بدائل مجانيه ليه. تمام يا باشمهندس، انا شايف بس مع ناس الشاشه اوريهم حاجه بعد اذنك. نعم هشير بس الشاشه اوري للناس حاجه. طيب مفيش مشكله ماشي. طيب دي ده موقع كويس جدا اسمه الترناتيف تو، بتلاقي كل برنامج انت بتدور عليه البدائل بتاعته. وتطبيقا لكلام الباشمهندس احمد، يعني مثلا فوتوشوب لما بقول له وريني البدائل بتاعته بلاقي ان هو طبعا الفوتوشوب برنامج قوي وبرنامج تبع شركه ادوب فهو محترم وكل حاجه، بس هنلاقي اهو ده مثلا عدد المستخدمين بتاعه 2000 وكوميرشال بفلوس. هلاقي برنامج بديل ليه اسمه جيم زي ما الباشمهندس احمد شغال عليه 3700 واحد، ففي اقبال عليه جامد جدا وهو بديل مجاني. هتلاقي جنبيه كلمه فري اوبن سورس، يعني ده مجاني ومفتوح المصدر، تقدر لو انت ليك في الاكواد او الشفرات تاخد البرنامج وتعدل في الشفره بتاعته. ففي ناس كتير بتهتم انها تعمل برامج اوبن سورس وتحطها ببلاش. برنامج كريتيا ده برده من البرامج القويه جدا، ويعني انا شرحته ولقيته صراحه قوي جدا، يعني يغني عن فوتوشوب هو برنامج جيم. مثلا لو رجعنا كده هنلاقي مثلا برنامج الادوب بريمير، الافتر افكت. الادوب بريمير فيه بدائل قويه جدا، افتر افكت لا، افتر افكت صراحه حتى لما مش هتلاقي ده ده فعلا خطير. احنا عندنا ادوب بريمير مثلا، عندنا بديل مثلا دافنشي انا شغلت عليه وشرحت عندي في القناه. الصراحه تستغرب جدا ان البرنامج ده ازاي مجاني، قدره خارقه على المونتاج. والموضوع تدخل في موضوع الصوت ده محتاج تقعد مثلا ايه 5-6 دروس كده تتعلمها، بس هي كلها سهله جدا، يعني هم عاملينها بطريقه سهله جدا، والصور والفيديوهات بتاعتها موجوده جدا الشرح بتاعها. يعني تخيل ده بتربط العناصر ببعض وتخليه يطلع حاجه بجوده عاليه جدا، والبرنامج ده مجاني تماما اوبن سورس. تمام، فانت شايف القدرات بتاعته خارقه ما بتلاقيهاش في البرامج اللي هي بفلوس. يعني كل ده صوت، الفيديو برضو فيه حاجات روعه جدا. مثلا الادوب اكروبات هتلاقي بدايل، فبدل ما تجيب حاجه وتكون تدور لها على كراك يطلع بفيروس والقصص دي كلها، لا انت ممكن تدخل على الموقع ده وتلاقي بدايل كتير، يعني اسمه الترناتيف 2. هتلاقي مثلا الاوفيس وورد في بدايل كتيره جدا ليه مجاني وبنفس القوه، وهتلاقي ناس كتيره بتستخدمه. يعني ادوب الستريتور في برنامج اسمه انكسكيب اللي هو الباشمهندس احمد شغال بيه، البرنامج ده مجاني تماما اوبن سورس وناس كتير شغاله بيه. اوبن سورس دي حركه عملها ريتشارد ستيلمان، ان هو كل البرامج بيبرمجوها ويحطوها على النت ببلاش زي مثلا لينكس كده. تمام، لان في بعض الناس يعني عندهم مشكله في موضوع الشير الحاجات دي. بص الرابط اهوت، تمام، الالترناتيف 2، كل برنامج انت عايز بديل ليه هتلاقيه موجود هنا، فانت تبدا تختار. تمام اهو اسمه alternative2.net. تمام، هتلاقي كل حاجه، هتلاقي الناس كاتبه البدائل بتاعتها، ده بفلوس كوميرشال البديل بتاعه كذا كذا كذا. مثلا او بي اس اللي مش صح كان بيقول عليه موجود اهوت، تقدر تسجل الشاشه بتاعتك، وهتلاقي برامج ثانيه زي اوبن شوت مثلا قوي جدا في موضوع المونتاج. تمام، جزاكم الله كل خير. في اي حد عنده اسئله للباشمهندس احمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس عمر ازيك؟ السلام، اتفضل. باشمهندس احمد جزاكم الله خيرا على المحاضره. انا بس الله يخليك، انا بس عندي سؤالين. لو انا عايز موقع فيه مكتبه اصوات اللي ممكن تتحط في الفيديو، تمام. الحاجه الثانيه عايز لو في مصدر، لو برنامج مثلا كتبت له كلام ويتكلم الكلام اللي انا كتبته بحيث ان انا احطه كفويس في الفيديو بتاعي. بص، المكتبه اللي تقدر تجيب منها اصوات، انا شخصيا بعتمد على المكتبه المجانيه بتاعه يوتيوب. طبعا انا لسه في مرحله البحث لحاجات متطوره وحاجات احترافيه افضل من كده، لكن انا شايف مكتبه اليوتيوب كبدايه كويسه جدا. كل الاصوات اللي عندي في الفيديوهات من اليوتيوب، ما استخدمتش اي اصوات من بره. طبعا ده بيحميني من الاسترايكس بتاعت اليوتيوب. وكمان انا دايما بحب الحاجه تبقى بالحلال، يعني ما بحبش اخد شغل حد، دايما بحب اشتغل الحاجه المجانيه او حاجه اللي انا عاملها بنفسي.
في حاجات كويسه جدا شفتها على اليوتيوب بيعمل لك الاصوات دي بحاجات احترافيه، يعني مثلا لو عايز يعمل صوت ترانزيشن معين انتقالي مثلا او كده، بتلاقيه يجيب ورقتين ويحركهم بشكل معين كده يسجل لك الصوت ده. انا جربتها وطلعت منها اصوات كويسه جدا، وممكن استخدمها في فيديوهات بعد كده. لكن طبعا انا ما بعملش اصلا فيديوهات فيها حركات وكده، فمش محتاج اصوات كتيره. فهي المكتبة بتاعت اليوتيوب، هتلاقي لو انت عندك اي قناة على اليوتيوب او لو انت عندك حساب على جوجل، خش على قناتك على يوتيوب هتلاقي فيه ال، ممكن اوجهها لك برضو دلوقتي، هتلاقي فيه المكتبة بتاعت الصوت الخاصة باليوتيوب. خلينا نخش كده، ريت لو تقدر هنا دلوقتي يا باشمهندس اليوتيوب ستوديو، هتدخل على اليوتيوب ستوديو هتلاقي هنا الاوديو لايبرري، تضغط عليها هتلاقي عندك هنا الميوزك وهنا الساوند افكتس. انا دايما بستخدم الساوند افكتس بتاعتي من هنا. حضرتك ممكن تشير الصوره؟ ايه حضرتك ممكن تشير الصوره عشان بس انا مش شايف. هو المفروض دلوقتي الصوره متشيره؟ لا لسه يا فندم. ماشي يلا حاضر. ارجع لك تاني من الاول، ارجع لك تاني من الاول. خش على اليوتيوب. ماشي عند اليوتيوب اهوت. ماشي هتيجي من الحساب بتاعك، هتيجي على اليوتيوب ستوديو، هتلاقي هنا في الاوديو لايبرري الفري ميوزك والساوند افكتس، تقدر تنزل اللي انت عايزه. طبعا بتعملها بريفيو من هنا، لو عجبتك بتعملها داونلود وتستخدمها عادي في اي فيديو سواء يوتيوب او حاجه تانية. في برضو مكتبه صوت انا بستخدمها في فيديو سكرايب، بس دي مسموح لي استخدمها في الفيديو سكرايب بس. هتلاقي هنا في السكرايب ميوزك، تقدر تضيف الموسيقى من هنا، تختار اللي انت عايزه هنا تعمل له ريفيو، وبعد كده تختارها كده تنزل على الفيديو بتاعك. لكن مش مسموح لي استخدمها بره فيديو سكرايب، طبعا زي ما قلت لك لان انا شاري رخصه فيديو سكرايب. لكن لو انت مشتغل بكراكت او كده طبعا ما بنصحش بكده خالص، مش هتلاقي المكتبه دي مفتوحه معاك، لان المكتبه دي موجوده اونلاين اصلا. فانت لما بتبقى شغال كراكت بتبقى قافل النت وشغال اوفلاين، فكل الحاجات الاونلاين مش هتظهر معاك. يعني حتى الصور لو ضغطت هنا هتلاقي فيه هنا من اول كلمه اونلاين كده وكل اللي نازل دي كلها مكتبه موجوده على الكلاود بتاعت موقع فيديو سكرايب. فكل الحاجات دي انت بتخسرها بمقابل، عشان ما تدفعش بس 1000 جنيه او 100 دولار في السنه. انا بالنسبه لي لا، ادفع واستفيد بكل حاجه واشتغل بشكل صح افضل من كده بكتير. تمام. طيب لو في مثلا ويب سايت او برنامج اكتب له كلام ويحول لي الكلام دوت لصوت حطه في الفيديو؟ لا، تكتب له الكلام يحول لك صوت اعتقد صعب تلاقي حاجه زي كده، لان ده هتلغي وظيفه الفويس اوفر اعتقد يعني. لكن اعرف تحديث جديد او برنامج جديد نزله تيكس ميس على الموقع بتاعهم، لسه ما جربتوش، بيحول لك الكلام لكتابه، دي هتسهل عليك عمليه المونتاج نفسها كمان. لكن ان انت تكتب وهو يقرا اعتقد ما كانش في داعي ان الناس تعمل فويس اوفر ويبقى ليه الناس متخصصه وتبقى الساعه بتاعتهم او الدقيقه بتاعتهم بتعدي ال10 دولار والكلام ده. انا شخصيا ما اعرفش الصراحه. تمام، جزاكم الله خيرا يا باشمهندس. العفو هندسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس مشكور على المحاضره الرائعه. ربنا يبارك لك حبيبي. الله يكرمك. سؤالي بخصوص الاعلانات اللي بتبقى موجوده على اليوتيوب، هل انا ممكن احدد نوعيه الاعلانات اللي تنزل على الفيديوهات الخاصه بيا، ولا انا ما بقدرش اتحكم في الحكايه دي؟ بص، هو انا مبدئيا انا ما عنديش اعلانات، لان اصلا قناتي لسه صغيره وما ان شاء الله تكبر يا هندسه. ربنا يبارك لك. كله بيكبر بس مع الوقت ان شاء الله. لكن طبعا تقدر تحدد، بدليل ان انت بتشوف قنوات عليها اعلانات معينه اللي هي الاعلانات الكتابيه، وفي قنوات ثانيه بيبقى عليها الاعلانات اللي في اول الفيديو بس، في قنوات ثانيه بيبقى عليها جميع الاعلانات، في قنوات بيبقى عليها اعلانات كويسه بس، وفي قنوات بيبقى عليها اعلانات كويسه ومش كويسه. تمام، اكيد تقدر طالما في ناس. طبعا انا بتابع ناس معينه، فانا عارف ان هو ما ينفعش
يظهر صور او اعلانات مش كويسه، فدايما بلاقي فيه اعلانات عنده فيه، بس ما فيش صور مش كويسه، فاكيد يقدر يتحكم في حاجه زي كده. لما بتفرج بالصدفه على فيديو اجنبي مثلا او كده ويبقى فيه حاجات خارجه او كده، فده طبيعي انك تقدر تتحكم فيها. ده انا بستشفه من الفيديوهات اللي بشوفها، لكن ما اتحطتش في الموقف ده لاني لسه اصلا ما حطيتش اعلانات على القناه بتاعتي. موفق ان شاء الله يا باشمهندس في المستقبل. انا بارك حبيبي. جوجل ادنس، جوجل ادنس بتلاقي الاعلانات وانت تقدر تختار. طبعا موضوع ان انت تحط حاجه عندك غلط بيبقى لها ربح عالي شويه، بس طبعا حرام، فلازم تبعد عنه. الامور الحاجات ديت العام بتاعتها ممكن تكون عاليه شويه، بس اكيد كده حرام، فالواحد يبعد عنها تماما يعني. حتى لو تمام مش هنصوم. ما هو انا سؤالي للغرض ده، لان الحقيقه في بعض الفيديوهات ما بتحافظش على يعني بيبقى المحتوى الكويس، لكن للاسف الاعلان بيبقى محتوى مش كويس. للاسف. فهو لازم يدخل على جوجل ادنس ويختار الكاتيجوري او الفئات اللي عايز تظهر عنده الاعلانات، وممكن يختار بعض الكلمات انها ما تظهرش عنده. تمام مشكورين لمجهودكم، ربنا يبارك فيكم جميعا. جزاكم الله خير والف شكر يا باشمهندس احمد. احنا في بيم اريبيا برضه محتاجين ناس تتطوع معانا في المونتاج في الصور وكده، فلو حد عايز يتطوع انا حطيت الرابط، وان شاء الله المحاضره دي تكون يعني اساس الناس تعتمد عليها في موضوع المونتاج، بحيث ان احنا نقدم حاجه تكون بشكل كويس، والمحاضره لو في اي كلام في النص نقدر نشيله ونتحكم فيه ان شاء الله. جزاكم الله كل خير والف شكر لكم. جزاكم الله خير. شكرا يا باشمهندس احمد. شكرا هندسه، تسلم، برعايه الله.